شو بدي اعمل؟ لا بختار. مرحبا خالو. مرحبا خالو. مرحبا خالو. مرحبا خالو. كيفك يا أشرف؟ أهلا خي، الحمد لله منيح. خيي؟ ليه هيك منسجمين على التليفون؟ كيف يعني منسجمين؟ ما فهمت عليك. ما فهمت علي؟ خيي عم بحكي معكم وعم سلم عليكم وكلكم راسكم بالتليفون، بتردوا علي وما بتطلعوا فيي. ايه بسيطة، منيح اللي عم نرد عليك اصلا. ايه والله يكتر خيرك، منيح اللي عم ترد علي. وانتو يا خالو، لما بسلم عليكم ليه ما عم تطلعوا فيي؟ خالو ردينا عليك وقلنا لك مرحبا. خالو رديتوا علي صح، بس من الاحترام لما يحكي معكم الكبير تطلعوا فيه. خالو مشغولين بالتليفون كتير. مشغولين كتير؟ والله شو يلي شغلكم؟ يا خالو من الاحترام لما الكبير يحكي معكم تطلعوا بعيونه، وبعدين هيدي قصة التليفون ليل نهار صحيا ما منيحة لعيونكم، ما بيسوى، نظركم بخاف. وانت يا أشرف ما فيك تحكي معهم يعني بغيابة؟ صحيا ما منيحة لعيونهم؟ ما تكون عملت دكتور ومن يعارف. لا والله ما عملت دكتور، بس هاي دراسات موجودة وين ما كان وكل الأطباء العيون بيعرفوا فيها. يا خيي شاشة التليفون ما بتسوى للعيون، خاصة عيون الأطفال. الدراسات الموجودة على النت 3/4 كذب. ودخلات من جاب سيرة الإنترنت؟ أنا قلت لك هيدي الدراسات الأطباء عاملينها. هلا أنت جاي تعطينا مواعظ بالاحترام وعن الدراسات الطبية، احمل تليفونك والعب. لا والله لا جاي أعطيك مواعظ ولا علمك دراسات طبية، بس هيدا الشيء منه صحي، لا صحياً ولا اجتماعيا، يعني هيدا الشيء بيعمل تفكك اسري. وين الاسره بالموضوع؟ الاسره راحت، صرنا كنا على التليفون، وهيدا الشيء غلط. وبرجع باكد عليك، صحيا للعيون ما منيح ابدا. خالو بتمنى منكم توقفوا هيدي العاده، هيدي عاده مش صحيه. شو؟ نوقف هيدي العاده؟ لا ما فينا. شو؟ ما فيكم؟ يا خالو للتليفون شيء مقدس؟ ما بيسوى هيك. يا زهراء انت اختهم الكبيره والواعيه، لازم تحكي معهم صحيا ما منيحه لعيونهم هاي العاده. يا اشرف احكي لك كلمه، هولد اختك. يعلينا، بتصدق قبل ما تيجي كنا قاعدين مرتاحين وكل واحد على تليفونه؟ اه يعني هلا وجودي انا زعجك؟ عم بحكي كرمال ولد اختك. عن جد انه ولد اختي؟ شكرا انك ذكرتني، اصلا امهم هي اللي جابت لهم التليفون حتى ترتاح من ضجتهم ومشاغبتهم. اه جابت لهم تليفونات لترتاح من ضجتهم ومشاغبتهم، وبكره عيونهم بس يخربوا شو بصير؟ هي رح تبتلق. انت ارتاح وما بيصير لهم شيء، هيهم قاعدين مبسوطين ونحن مرتاحين من ضجتهم. ايه استفلو، انا حكيت اللي عندي واعطيتكم نصيحه. خليني فال احسن لانه الظاهر وجودي ازعجكم. ايه الله معك، ما بتجيب غير الازعاج والنكد. ها
عايلي فنية. بدي ألعب مع خي محمد. محمد يا محمد، تعال نلعب أنا وياك على التليفون. يلا يا محمد نلعب جيم على التليفون. جيب وين تليفونك؟ أنا ما بقى بدي ألعب بالتليفون. لا، لأنه كلام خال محمد أنا وبدي حافظ عيونه. هلأ صدقت خال محمد؟ إيه أكيد صدقته. يا مليكة، أنا من ورا التليفون صاروا يجعوني عيوني. أنا مبسوطة هيك، أنت ما بدك تلعب على التليفون الطفل. صدقيني يا مليكة، صحيا من منيح لعيونك. خالو أشرف قال ما بيصير شي. على فكرة خالو محمد كلامه صح وخالو أشرف كلامه منه صح. خليني كفر لعب. طفلة أنا نصحتك والباقي عليك. ما علي غير حلا تلعب معي على التليفون. يا حلا تعي نلعب على التليفون. أنا معاد ألعب على التليفون. ليه؟ صدقيني يا مليكة، خالو محمد معه حق وأنا بلشوا يجعون عيوني. إيه خالو أشرف قال ما بيأثر، ما بيصير شي. بس خالو محمد عمره أكبر وبيعرف أكتر منه. شي مش بالعمر، عكل حال أنت ما بدك تلعبه طفلة. أنا نصحتك وأنت حرة بالإذن. الله معك. مليكة ليه بعدك على التليفون؟ بعدني على التليفون لأنه عم بلعب. بس يا مليكة، ماما من شوي قالت لي أنه ممنوع تقضوا هالقد وقت طويل على التليفون. ما هي اشترت لنا التليفون حتى ترتاح من ضجتنا. صح، بس كمان خالو محمد اتصل فيها وقال لها انه هيدا الشيء منه صحي وهي قررت انه ممنوع تضلكم على التليفون لوقت طويل. ما حدا خصه فيي. اوكي، شو هيدا الحكي يا مليكة؟ شو انت بنت بلا تربة لتحكي معي هيك؟ ايه عم بحكي مع الكل، انا مبسوطة على التليفون. شو القصة عزوئيك؟ اعطيني التليفون. ما بدي. مليكة اعطيني التليفون. ما بدي. هاته مليكة. خلاص الله. عم قلك اعطيني بس. يا ماما بدي التليفون. يا ماما بدي التليفون، بدي العب عليه. يا ماما بدي التليفون. زهراء، ليه مليكة عم تبكي؟ شو بها؟ ماما عم تبكي مليكة لأنه أخذت منا التليفون. مش أنت قلتيلي ممنوع تقضي وقت كتير عليه؟ اعطيها التليفون وما تسمعيني صوتها هي وعم تبكي. ماما بس هيدا الشي منه صح، إذا كرمال بدك تخلص من صوتها بتعطيها التليفون لتأذي حالها؟ خلص يا زهرة، اعطيها التليفون. أوكي استوفلي يا ماما، أنا ما بقى خصني. تفضلي هيدا التليفون. يس.
طافيين اللمبة؟ يا زهراء، يا حلا، يا محمد. شوفي يا مليكة، ليه عم تصرخي؟ ليه طافيين علي اللمبة؟ وقد الساعة هلأ؟ طافيين اللمبة؟ مين قالك طافينا؟ مش شايف العتمة؟ عتمة؟ عتمة شو؟ يي، شو ما عم تشوف العتمة؟ مليكة ما تجننينا، ما في عتمة. يعلك يا محمد، بعدين ما قلتلي قد الساعة هلأ؟ ساعة 9 هلأ. 9 بالليل؟ يعني أنا ما نمت إلا 4 ساعات؟ مليكة شو بك؟ الساعة 9 الصبح وإنت نايمة من مبارح بالليل. شو؟ الساعة 9 الصبح؟ وليه عتمة هيك؟ يا مليكة وين في عتمة؟ معيانة عم شوفك. عم تشوفنا؟ بس أنا ماني شايفتك يا محمد. مليكة كيف يعني منك شايفتنا؟ مليكة محمد ليه صوتكم طالع هيك؟ المليكة منا شايفتنا. شو؟ كيف يعني منا شايفتك؟ يا حلا، كنت نايمة وبس فقت لقيت الدنيا عتمة، فأجا محمد قلت له ليه طافين اللمبة؟ فقال لي منا طافين اللمبة. شو؟ طافين اللمبة والدنيا عتمة؟ لا يا مليكة، نحنا مش طافين اللمبة والدنيا منا عتمة. حلا، ما تجننيني انت ومحمد، لا الدنيا عتمة. يا ذكية، إذا الدنيا عتمة أنا كيف عم شوفك؟ شو؟ كمان أنت عم تشوفينا؟ إيه يا مليكة، أنا عم شوفك ومحمد عم يشوفك والغرفة ضو. إيه صح. شو صح؟ صحي صح بدنكم تنيناتكم، شو بدكم تجننونا؟ لا يا مليكة، ما بدنا نجننك. كشفتكم، انتو عم تعملوا فيي مقلب. عم نعمل فيها مقلب؟ لا يا مليكة، ما عم تعملوا فيي مقلب. وليه مش عم شوفكم؟ وليه الغرفة عتمة؟ مليكة لتكوني انت عم تعملي فينا مقلب. لا ما عم بعمل فيكم مقلب. وين ماما؟ ماما راحت عند خالته نور تقعد عندها 3 أيام، وخاله أشرف جاي يقعد معنا وينتبع علينا بدالة. طيب وين زهراء؟ ناديلا بليز. أوكي يا مليكة، رح ناديلا. شو عم بيصير معي؟ ليه ما عم شوف؟ مليكة عن جد انت ما عم تشوفي ولا عم تعملي فينا مقلب؟ يا الله منك يا محمد، قلتلكم ما عم بعمل فيكم مقلب، وحياة الله ما عم شوف. غريب حكيك يا مليكة. خير يا مليكة، شو في عم تناديلي؟ زهراء كنت نايمة، فجأة فقت ولقيت الغرفة عتمة، فقلت لمحمد وحلا ليه طافيين اللمبة؟ فمحمد وحلا قالوا لي مش طافيين اللمبة. كيف؟ ما عم بفهم عليك يا مليكة. زهراء انتو هلأ مش طافيين اللمبة؟ طافيين اللمبة؟ لا يا مليكة. طيب لا انا شايف الغرفة عتمة؟ شايف الغرفة عتمة؟ متأكدة انت يا مليكة؟ يا زهراء متأكدة. يعني انت هلأ منك شايفيتنا؟ لا ما شايف شيء الا العتمة. شو؟ مليكة هلأ منك عم تشوفي ايدي؟ لا لا. شو عم يصير معك يا مليكة؟ شو بدي اعمل؟ اتصل بماما؟ لا لا ما بدي اياها تقلق. بمين بدي اتصل؟ حاتصل بخاله اشرف، مازال هو جاي لعنا. شوفي لا قلقت هيك زهراء. الو الو، ايه خالو اشرف وينك؟ جاي لعندكن عالطريق صرت. تعا ضروري بليز. خبريني شو في؟ ما في خبرك عالتليفون، بس تجي بحكي لك. طيب طيب يلا جاي لعندكن، باي.
خالو شو في؟ قلقتوني. خالو ما بعرف، بس الظاهر في عنا مصيبة جديدة بالبيت. مصيبة جديدة؟ خير شو في؟ خالو فوت شوف مليكة بتعرف. مليكة؟ خير شو بها؟ خالو فوت شوف مليكة لحالك، أنا ما بقى قادرة أشوفها، كتير خايفين عليها. هلقات؟ الله يستر. مليكة؟ خير يا خالو شو في؟ قلقوني إخواتك، هياكي ما شاء الله ما بكي شي. خالو أنا مني شايفيتك، بس سمع صوتك. منك شايفيتني؟ كيف يعني؟ ايه يا خالو مثل ما سمعت، ما شايفيتك وما شايفي شي. خالو شو هالحكي؟ كيف يعني ما شايفيتني؟ ما تكونوا عم تعملوا في مقلب. لا يا خالو والله ما عم بعمل فيكم مقلب، كلكن عم تتهموني هيك. ما عم تعملي في مقلب؟ لكن شو صاير معك؟ ما بعرف يا خالو، كنت نايمة فجأة فقت ولقيت حالي ما عم شوف. خالو حدا ضربك عراسك؟ وقعتي عراسك شي؟ حكيلي شو صار معك بهالكم يوم؟ لا يا خالو ما حدا ضربني على راسي وما حدا وقعني على راسي، هالكم يوم ضليتني عم بلعب على التليفون ليل نهار. شو؟ قضيتيها ليل نهار على التليفون؟ ليكون راح نظرها من ورا شاشة التليفون وصارت عمية. معقول؟ يي عهالمصيبة. خي محمد حذرني من شاشة التليفون وقال لي بتضعف النظر. والله إذا هالحكي جد رحت فيها أنا، خي محمد ليعمل لي مشكل طويل عريض. ما لازم خبره، ولازم كمان خبي هالموضوع عن أمها، وأحسن شي جيب دكتور يفحصها لنشوف شو صاير معها. الله يستر على هالمصيبة اللي عملتها أنا، الله يستر. شو يا خالو لا ساكت، شو صاير معي؟ ها؟ ايه ولا شي يا خالو، رح جيب لك دكتور يفحص لك عيونك وإن شاء الله بترجع بتشوفي. شو؟ بدك تجيب له دكتور ويمكن ما أرجع شوف يعني؟ حبيبتي يا خالو ما تبكي، نحن معك. زهراء يعني معقولة مليكة صارت عمية؟ ما تقول هيك يا محمد، بعيد الشر عنا، إن شاء الله يكون عارض صحي وبيروح. إن شاء الله يا زهراء. أنا كتير خايفة عليها، مش لازم نخبر ماما؟ ما بعرف، خلينا ننطر الدكتور ليجي وبنشوف شو بيقول. أوكي. يا الله على المصيبة. شو في يا خالو؟ شو صار؟ الظاهر مليكة، كيف بدي قلكن إياها، الظاهر مليكة صارت عمية. شو؟ صارت عمية؟ وشو عرفك يا خالو؟ ما بعرف، هيك حسيت. على كل حال أنا اتصلت بالدكتور وهلأ بس يجي بيخبرنا شو صاير معه. إن شاء الله ما يكون صاير معه شي. يا محمد خايف على اختي مليكة تصير عمية. خالو ان شاء الله ما بيصير معها شي، خلينا ننطر الدكتور وبيقلنا شو صاير معها. يا
مرحبا. أهلا، مين طالب؟ هون بيت عائلة فنية؟ إيه هون بيت عائلة فنية. مين حضرتك؟ خير، في شي عم تطلع فيي؟ إيه لا ما في شي، بس نحنا مش طالبين معلم كهربا. ومين خبرك إنه أنا معلم كهربا؟ شنطة العدة يلي حملها. حبيبي أنا طبيب العيون اللي اتصلتوا فيه قبل شوي، وين المريضة؟ طبيب العيون؟ ما قلت لي المريضة وين؟ تفضل هيها جوا. أول مرة بشوف طبيب عيون لابس عوينات. وأنا مثلك للصراحة. أعمل معروف قرب لي المريضة. تعي يا خالو. هاي المريضة. عمو انت ما عم بتشوفي ابدا او عم بتشوفي بشكل خفيف؟ لا ما عم شوف ابدا. اوه البنت ما عم بتشوف. عارف انها ما عم تشوف، ما انا جايبك لتشخص لي الحالة. صحيح صحيح، بفحصها وبشخص الحالة. بس شنطة العدة وين؟ شو وين؟ هيها قدامك. قدامي؟ وين؟ نعم، شو ما بتشوف حبيبي؟ لا والله عندي ضعف نظر، ما بشوف منيح. عندك ضعف نظر؟ قديه كم درجة؟ عندي بكل عين 6.5. طبيب عيون وعندك ضعف نظر 6.5، كيف هيك؟ خالو خليه يفحصني هلأ، مش وقت أسئلتك. ايه والله معك حق، هيدي عدة الكهرباء، عدة الطبيب. اوه هيدا شو عم يعمل هون؟ جايب مقدح حيط معك؟ قربي يا بنتي لعندي. للأسف حالتها صعبة. حالتها صعبة؟ وكيف عرفت؟ ما بعرف، سمعت أصوات غريبة ببطنها. سمعت أصوات غريبة ببطنها؟ إيه عادي، هول أصوات مصارينا. أنا ليه عم جاوبك؟ افتحي تمك يا بنتي، افتحي. لازم افحص لك لوزك بالضوء. لوزها؟ شو خص لوزها بعيونها؟ يا أخي يا أخي مين طلب رأيك؟ أنا دكتور وبعرف شغلي. افتحي تمك. بشو عم تفحص لتمها؟ بلمبة القداحة؟ ايه بضو القداحة، لأنه أرخص من ضو الطبيب. يا دكتور أنا اتصلت فيك لتشوف عيونها مش لتشوف لوزها. يا أخي يا أخي لوزة اللي هون بأسرع كل أعضاء راسها من ضمنهم عيونها. أستغفر الله. أنا كل مصيبة بجيبها على هالبيت أكبر من التانية. قلت له لرفيقي جيب لي طبيب عيون مش تجيب لي طبيب كهرباء. وهلأ خليني أفحص لك عيونك يا بنتي. يا دكتور يا حبيبي، أولاً هيدا راسة مش عيونة، تانياً عم تفحصلها بالسماعة. صحيح صحيح هيدا راسة، دلني على عيونة. وين لمبة الأبداحة؟ هول عيونة. يا دكتور شو عم تحفر بير انت؟ رح تخرب لعيونها للبنت. للأسف طلعت البنت ما بتشوف. لولو ما بتشوف؟ عارفين انها ما بتشوف، بس شو بدنا نعمل؟ والله ما عارف قلك شو بدنا نعمل، اذا انت بتعرف قلي. شو؟ انا جايبك لتقلي قلك شو بدنا نعمل؟ على كل حال انا رح اوصف لها قطرة تريح لعيونها.
نصيحة مني، شوفوا له طبيب عيون شاطر بالإذن. شوف له طبيب عيون شاطر؟ لأنت شو كنت عم تعمل؟ وما بيشوف كمان. خالو، طب شو بدك تعمل بحالته؟ اشتقت شوف الضو. ما تخافي يا خالو، رح اخدك على مستشفى فيها طبيب عيون شاطر ورح ترجع تشوفي بإذن الله. إن شاء الله يا خالو، إن شاء الله. عيلي فنية. إن شاء الله الدكتور يقول لخالو أشرف إنه مليكة هتشفى. إن شاء الله يا محمد، إن شاء الله. الحق علينا وقت ما سمعنا من خالو محمد، معه حق، التليفون كتير مؤذي للعيون. الله يشفيك يا مليكة. الله يسامحه رفيقي، بعت لي دكتور ما بيفهم بالطب شي. خالو هو وفالي الفت بالحيط، غريب هالدكتور. ايه يا خالو، منو ما بيشوف، مش شايفينه لابس عوينات؟ طيب وشو قال لك؟ قال لي، قال لي شوفوا لحكيم عيون شاطر، كأني كنت جايب حكيم بيطري. خالو وحمل معه شنطة لعدة الكهرباء. ايه والله يا خالو، مش بس هيك، عم يفحص لعيونه بلمبة القداحة، قال شو ما معه مصاري يجيب بيلا يفحص المرضى. يا عيني على هالطبيب. يلا على كل حال رح ارجع اخدها على المستشفى شوف لها حكيم عيون شاطر. ان شاء الله يا خالو، ان شاء الله. ان شاء الله. مليكة. خالو ليه انت على السرير؟ تعال. اتحمل العتمة يا خالو. بدنا نتحمل، وعدتك اخدك على المستشفى وشف لك طبيب شاطر. ويمكن هذا الحكيم ما يقدر يخليني اشفى. لا يا مليكة، خلي عندك امل بالله. طيب خالو اشرف، خبر خالو محمد وماما شو صار فيها. شو؟ لا لا بلا ما نخبرهم، حرام نقلقهم. والله إذا عرفوا إنه مليكة عميت وما عاد قادرة تشوف ليعملوا لي مشكل كبير، لأنه أنا اللي شجعت تضل حمل التليفون ليل نهار. مليكة ما تخافي، أنا خيك التوأم ورح كون عيونك يلي بتشوفي فيها. شكرا يا خي التوأم، بس صدقني أنت ما عم تحسي عم يصير فيي. بلا يا مليكة أنا عم حس فيك. وأنا كمان حس فيك يا مليكة. مليكة نحن كلنا حاسين فيك يا حبيبتي. خالو ما تخافي، رح نكون كلنا حدك ورح تتسلي كتير. هلا بتصلك برفيقتك قالين تجي تتسلى عندك. وانا فايدة جيب التليفون كرمال نتصل فيها وتجي تزورك. مريضة، فقولي لأمك تجي تجيبك لعنا حتى تتسلي انت وياها. سلامتها. اوكي رح قلنا. اوكي ما تطولي، يلا باي. باي، الله معكن. حتى جي قليل. عيلي فنية. عندي لعبة، لازم مليكة تغمض عيونها عشان ما تشوفنا ونحن منمد ايدينا، ولازم تضربنا عليون، واذا ضربتنا عليون تربح. بس يا حلا لا بدي غمض عيوني، ما انا ما بشوف. يو مليكة مش بقصدي، سامحيني. ما بيأثر ولا يهمك، اكيد بدي سامحك. يلا خلينا نلعب. مليكة ربحيت. Thank you.
خيي أكيد مبسوطة معكن. إجيت ألين. مليكة كيفك؟ شو أخبارك؟ قالوا لي إنك مريضة. خير؟ شو بك؟ أنا شوفي يا محمد، لا عم تقلي هوس. ألين، مليكة ما قادرة تشوف، صارت عمية. شو؟ سمعتك يا حلا شو عم تقلي لها؟ أنا ما بخجل من مرضي. إيه يا ألين، أنا صرت عمية. طيب ليه صار معك هيك يا مليكة؟ الظهر يا ألين، لأني بقيت عم بلعب على التليفون ليل نهار، نقز عيوني. يي سلامتك يا مليكة، كتير مأهلت عليك. الله يسلمك يا ألين، والنصيحة مني ما بقى تلعبي على التليفون كتير عشان ما ينقز عيونك وتصيري عمية. ايه أكيد يا مليكة، الله يشفيك. وهلأ خلونا نلعب وننبسط. يلا عايلي فنية. مليكة أنا كتير بحبك وأنا كتير متعاطفة معك. وأنا كمان بحبك يا ألين، بتشكرك كتير لأنك جيت لعندي على البيت وزرتينا واتطمنت علي. مليكة أنا صار لازم روح على البيت، تأخرت كتير، ببقى بحكيك على التليفون. يلا باي باي. يا رب أنا طفلتك الصغيرة، بتمنى تشفيني وترجع لي نظري من أول وجديد. بوعدك إنه حافظ عليك كتير. خالو شوفي شو جبتلك. يا خالو كيف بدي أشوف؟ ما أنا صرت عمية. عفوا يا خالو نسيت، جبتلك عكاز تتعكز عليه وعوينات. لشو العكاز يا خالو؟ العكاز يا خالو حتى بس بدك تمشي لبرا ما توقعي وتفوتي بالحيط. اوكي يا خالو شكرا. والعوينات يا خالو جبتلك ياهن حتى تحطيهن بس توقفي بالشمس، لانه هلا عيونك كتير حساسين من الضوء. شكرا يا خالو. مليكة ما بدي اياك تكوني حزينة، إن شاء الله الوضع ما رح يبقى هيك، رح نروح على المستشفى بأقرب وقت ونشوف حكيم شاطر. أوكي يا خالو، وهلأ فيك تحكي لي قصة قبل ما نام؟ أكيد يا خالو، يلا نامي لأحكي لك القصة. كان يا مكان بقديم الزمان، كان في أميرة حلوة كتير وعيونها حلوين. فجأة اجت ليها الساحرة الشريرة، أغرتها بلعبة كتير حلو، قالت لها خدي هاي اللعبة مقابل تعطيني عيونك الحلوين. فالأميرة وافقت وعطتها عيونها، ومن وقتها ما عادت شافت لا ضو ولا إخواتها ولا حدا من أهلها. والساحرة الشريرة أخذت العيون وهربت لبعيد. عايلي فنية. محمد لا تركين لحاله، ما عم تلعبوني معكن. مليكة انت ما فيكي تلعبي معنا وتركدي لانك ما بتشوفي. يعني خلاص اذا ما بقى اشوف ما بتلعبوني معكن؟ مليكة انا كرمال مصلحتك اذا ركضتي معنا بتوقعي وبتأذي حالك. صح. طيب ليه ما بنلعب غميضة؟ لانه انا ما بشوف، انا اللي بغميض وانت بتتخبى وببحث عليكن. اوكي ليش لا. اوكي يلا انا رح دير وجهي على الحيط وانتو بتتخبى. محمد بدنا نخليها تلقطنا عشان تنبسط. اوكي
يلا يا مليكة، نحن تخبينا، فيك تفتشي عنينا. أوكي. يلا هلا بدك تفتشي على محمد. أوكي. خالو أكيد شاطر الدكتور يلي بدك تاخد مليكة لعنده على المستشفى. والله يا خالو ما عارف، بس إنه بضل أحسن من الدكتور اللي إجا على البيت. إن شاء الله يا خالو إن شاء الله، بس المهم ماما ما تعرف، لأنه إذا عرفت حتنقهر كتير على مليكة. إيه أكيد يا خالو، ما بدي أمك تعرف، وخاصة خي محمد. هيدا محمد. ألو؟ ألو؟ إيه خيي شو بدك؟ إيه أشرف وينك؟ جيت على البيت وما لقيتك. أنت بالبيت عند الأولاد؟ إيه أنا عند الأولاد بالبيت. والله زهقان كتير، خلصت شغلي هلأ، قلت لأجي لعندكم على بيت الأولاد. شو؟ بدك تجي لهون؟ إيه والله بجي، بتطمن على الأولاد وبشوفهم وبحكي معك شوي بالشغل. لا لا ما تجي، شو بدك بهالشغلة؟ يا أشرف بدي أجي أطمن على الأولاد. لا لا ما تخاف، هياهن معي بأمان وما بهن شيء. يا أشرف أنت شو بدك؟ بدي أجي أطمن على الأولاد، واشتقت لهم بعدين، اشتقت لهم كتير. هياني جاي لعندكن. مصر تجي يعني؟ حاسك ما بدك ياني إجي. إيه مصر إجي، هياني جاي على الطريق. أمرنا لا الله. يلا باي، بدك شيء؟ يلا باي. بدو يجي خالك محمد لهون. ييه وكيف بدنا نخبي عليه قصة مليكة؟ وين مليكة والولاد وينون؟ هيون عم يلعبوا برا يمكن. طيب ناديلون بسرعة بسرعة. يلا قيمي ناديلون. مصيبة وحلت علي يا خالو. وشو هي هاي المصيبة يا خالو؟ لو بتعرفوا مين اتصل فيي. مين اتصل فيك؟ خالك محمد. ايه وشو يعني؟ بدو يجي لهون. وإذا اجا؟ الله ما عم تفهم علي. ونحن ما عم نفهم عليك. يا خالو كيف ما عم تفهموا علي؟ عملكم خالكم محمد جاي لهون. ايه وشو المشكلة؟ وإذا اجا أهلا وسهلا فيه. يا الله يا الله ما عم يفهموا علي. خالو أشرف فهمنا وخلصنا. صح يا خالو، قلتلكن خالو محمد بده يجي لهون، يعني رح يشوف مليكة بهيدا الوضع، ومليكة ما عم بتشوف، يعني شو رح يصير؟ رح يعمل لي مشكل كبير. ايه وإذا عرف؟ يا خالو انتو سمعتوا شو حكيت؟ قلتلكن إذا إجا وشاف مليكة بهيدا الوضع رح يعمل لي مشكل كبير. ايه عال يعمل لك مشكل وبيصير في أكشن ونتسلى نحنا. لا يا مليكة، لا يا حلا، ولا يا محمد، هيدا المرة إذا صار في مشكل رح يولع. فهمتو؟ فهمنا. وشو العمل؟ شو العمل؟ ما بعرف شو بدنا نقله، شو بدنا نعمل؟ عندي فكرة، شو رأيك نقول لخاله إنه مليكة راحت مع ماما عند خالته نور، ويمكن يتصل فيها ويعرف، وبدل المشكلة بتصير اتنين. معك حق، عندي الحل، منقول لخاله محمد إنه مليكة عم تأكل بالمطبخ. يا زكي ما المطبخ مفتوح على الصالون، يعني رح يشوفها. معك حق. عندي الحل يا خالو أشرف، بتقول لخالو محمد إنه مليكة نايمة وتعبانة، فهون ما بيعرف قصته. والله فكرة حلوة،
برافو يا مليكة، حلوة هيدا الفكرة. صح صرت عمية، بس بعدني مليكة يلي مدوي بهم اتنين. عايدي فنية. محمد، ان شاء الله تنجح خطة مليكة وما يكشف خال محمد. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. انا بهمني من الموضوع انه اكل، اخر همي مليكة وخال محمد. بتصدق اذا بقلك مثل ما بيقول خاله محمد، خاله اشرف بيجيب المصايب على البيت. يا ريت شي مره بيجيب لي شي اكله. دخلك وين مليكة؟ مليكة فاتت على الغرفه لتغير ثيابها كرمال تعمل حالها نايمه. الله يشفي مليكة وترجع تشوف مثل زمان وترجع تلعب معنا. ايه والله يا حلا، وانا كمان اشتقت ارجع اعمل معاه مشاكل. ما خلصت هالساندوش بقى؟ او شو خلصك انت اذا خلصت او ما خلصت؟ زهقتني ووترتني، خلص بقى ومعتم رح فيها. ليكي يا حلا ما تعصبيني، خلها مقهور على اختك مليكة. ايه واضح انك مقهور، قاعد بتاكل ليل نهار. لكي يا حبيبتي، انا لو ماتت كل العالم بضلني اكل. سبحان الله، طول عمرك حبيب بطنك. احر انا حبيب بطني، بعشق الاكل ما حدا خلصه. مليكة بدك تنتبهي، ما بدنا خالو محمد يكشف الموضوع. ما تهتم يا خالو، رح اعمل حالي نايمة. برافو عليك. عم يدق جرس الباب، الظاهر اجا. تفضل يا خالو. كيفك يا أشرف؟ كيفك يا حلا؟ محمد كيفك؟ عم تاكل مثل العادة ها؟ اشتقت لكم كتير كتير يا خالو. ونحنا كمان. بتعرف وأنا كمان كتير اشتقت لك. ليك شو رأيك اظهر أنا وياك مشوار؟ اشتقت لي واظهر أنا وياك مشوار؟ بعمرك ما قلت لي تعا اظهر معي. شو عدا ما بدا؟ سبحان مغير الأحوال يا خيي. شو بتروح نظهر؟ أشرف ما بدي أظهر، شو بيك بعدني واصل؟ ما أنا زهقان، عرفت ليه؟ قوم نظهر. أشرف ما بدي أظهر، سكر على السيرة. يي طيب ليك، نحن اليوم ما عنا استوديو، والله اشتقت تسجل شي. حابب تروح على استوديو وتسجل؟ غريبة، ما إلك عادة. بعدين أنا قلت لك بعدني خالص شغل، كنت باستوديو. طيب أنت كنت بالاستوديو، أنا ما رحت، خدني. أشرف شو عم بيصير معك؟ ساعة حاب تظهر، ساعة حاب الاستوديو، ما إلك عادة. يا الله يا الله، كيف بدي خليه يظهر؟ كيف؟ أشرف شو بك؟ بك شي خيي؟ في شي؟ صاير معك شي؟ لا ما بني شي. شو صاير معه؟ طول عمره يحب الشغل، هلأ صار يكرهه على دوره؟ كيف بدي خليه يظهر؟ كيف؟ خايف يكشفنا. دخلك؟ ما شفت زهراء ومليكة وينهم؟ ما 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 خيي شو صار معك؟ ليه عم تنامي هيك؟ كأنك شفت ملك الموت بوجهك. زهراء هي جوا عم تدرس. خالو أشرف كيف زهراء عم تدرس؟ ما هي خلصت مدرسة من يومين. الله يفضحك يا خالو، كيف خلصت؟ عندها إكمال بالمدرسة. لا يا خالو، ما هي نجحت، ما عندها إكمال. لا يا محمد، يا خالو عنده إكمال. خالو ليه عم تغمز لي؟ أنا عم بغمز لك يا محمد. الخطة، خطة مليكة. خالو أشوف ما اتفقنا عن زهراء نحكي هيك، اتفقنا عن مليكة. محمد سكوت سكوت سكوت. شو القصة يا أشرف؟ وبعدين مليكة وينها؟ ما ردت علي. ما مليكة نايمة.
يي شو صار له يا خالو؟ لغمي هيك؟ أشرف مليكة مليكة يا خيي، نايمة ما تفيق حرام، تعبان كتير. أشرف شو عم بيصير معك؟ بعدين مليكة من أي متى بتنام بالنهار؟ ما لها عادة. في شي غريب أشرف، في شي صاير؟ شي عاملين مصيبة بالبيت؟ مصيبة؟ أنا أعمل مصيبة؟ لا ما في مصيبة، بس مليكة كانت عم تلعب وتعبت فراحت نامت. ما بعرف، حاسس في مصيبة كبيرة. وين زهراء؟ ناديلها. لا يا خي ما في مصيبة، ورح ناديلك لزهراء. زهراء زهراء. ايه خالو شو فيه؟ سلمي على خالك محمد. ايه خالو كيفك؟ الحمد لله يا خالو منيح. انا كيف درسك؟ قالوا لي عم تدرسي. عم بدرس؟ مين قالك عم بدرس؟ انا خلصت مدرسة من يومين. زهراء كيف هيك؟ عندك اكمال بالمدرسة صح؟ لا يا خالو ما عندي اكمال. بلا عندك اكمال، انت قلتي لي. لا ما قلت لك شي، انا نجحت. يعني يا خالو ما عندك اكمال، خلصتي مدرسة. اشراف شو عم بصير حبيبي؟ بك شي خيي؟ صاير معك شي؟ احكيلي ما تخاف. كلمة ما تخاف طالعة منك لحالها بتخوف. يعني في شي؟ يعني انت خايفين؟ زهراء شو صاير بالبيت يا خالو؟ خبريني صاير شي؟ لا يا خالو ما صاير شي، شو بده يصير؟ ما صاير شي؟ وشكون بيعبر غير هيك؟ في شي صاير؟ يا خي ليه مصر يكون صاير شي؟ ما صاير شي، ارتاح. لا مش مصر يكون شي صاير، ان شاء الله ما يكون في شي. عكل حال انا فايت عند مليكة شوفها. شو؟ فايت لعند مليكة؟ يي هاي تاني مرة بيغمى. يا زهراء شو في؟ شو صاير؟ خالو ما صاير شي. ما صاير شي؟ مستحيل. حلا خالو شو في؟ شو صاير؟ ايه ما صاير شي. محمد انت ما بتخبي عني، خالو شو صاير احكيلي. خالو مليكة ما صاير معها شي. مليكة ما صاير معها شي؟ ومن حكي عن مليكة يا خالو؟ انا ما جبت سيرة مليكة. حلا انا فايت شوف مليكة، مدري شو صاير. نكشفنا. مليكة خالو، مليكة شو صاير؟ مليكة ما إلها عادة تنام بهالوقت، وجوا الأجواء مش مطمنة. عوينات وعكاز لمين هون؟ أشرف هول لمين؟ هول لشو؟ بسرعة اعترف معك لعد لثلاثة. واحد اثنين ثلاثة. عايلي فنية. هيدي كل القصة يا خيي، من وقت ما مليكة ما عادت شافت. يا حبيبة قلبي يا مليكة،
مليكة هالطفلة البريئة الصغير يصير فيها هيك؟ ومن وراك؟ انت الله لا يوفقك، انت كل مصيبة بتجيبها على هالبيت اكبر من التانية. شو بدنا نعمل؟ لازم شوف لها دكتور شاطر، بس انا بخدمش انت. رح بحكي مع رفيقي يعطيني رقم دكتور شاطر. الله لا يوفقك يا اشرف. عايلي فنية. للأسف طارت. دكتور، في مريضة برا هي وخالها، بفوتون؟ أكيد أكيد، فوتيها فوتيها. الحمد لله يا رب، أخيرا إجانا زبون. ألو. إيه إن شاء الله موعد العملية، أكيد إن شاء الله غدا. أكيد أكيد. أهلا أهلا أهلا. مرحبا دكتور، أنا رفيق أعطاني رقمك وقال لي إنك أنت دكتور كتير شاطر. بنت أختي كانت تشوف وفجأة صارت عمية. الموضوع بكل بساطة إنه هي كانت تضل على التاب وعلى التليفون كتير ليل نهار ليل نهار، هيك خبرني خيي. فكيف فينا نرجع لها نظرة؟ أهلا وسهلا. وهالشي اللي صار معك أيمتى حصل؟ دكتور فهمتني غلط، هيدا الشي ما صار معي أنا، صار مع بنت اختي. بنت اختك، وهيدا الشيء امتى حصل معها؟ هالصوت سمعته قبل، بس وين؟ خالو قرب شوي. شو؟ خالو هيدا الدكتور حاسه انه اجى لعنا قبل. ما بعرف يا خالو، يمكن مشتبهة. هيدا الشيء صار معها من كم يوم، يعني حوالي شي 5 ايام. للاسف، يعني بنت اختك ما بتشوف. ما أنا عم خبرك إنها ما بتشوف، شو حكيت شي جديد؟ معك حق معك حق، خليني أفحصها عم المعروف. إيه دكتور تكرم عينك، ما عندك شريو؟ لا والله للأسف ما عندي شريو، لأنه غالي هالأيام. غالي هالأيام؟ طبيب وبخيل؟ شو هالطبيب يلي عرفني عليه رفيقي؟ طيب بتحب أقعدها هون؟ إيه أكيد ما في مشكلة. أوكي دكتور. دكتور دكتور، عيونا مش راسة. ايه صحيح عيونا، اذا بتريد حط لي السماعة على عيونا. دكتور ليه انت ما بتشوف؟ بعدين شو خص عيونا بالسماعة؟ هيدي بيفحص فيها النبض، بيفحص فيها ما بعرف وين، بس مش عيونا مش الراس. ايه صحيح، خليني افحص لعيونا بلمبة القداحة. يا دكتور 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 دكتور، لابسة عوينات، كيف عم تفحصها؟ بعدين حدا بيفحص حدا بلمة القداحة؟ يا حبيبي يا أخي، أنت بدك تعلمني شغلة يعني؟ يا دكتور أنا ما بدي أعلمك شغلك، بس اللي عم تعمله غلط. الله يسامحك يا رفيقي، هيدا دكتور بتبعتني لعنده، هيدا دكتور بيطري، هيدا دكتور ما خصه بالدكترة بالمرة. شو الدكتور هيدا؟ من وين جايبه؟ خالو. ايه خالو شو بدك؟ هلأ عرفت، هذا الدكتور يلي جابه خالو أشرف لعنا على البيت. شو؟ خالك أشرف جابه لعندكن على البيت؟ متأكدة أنت يا خالو؟ ايه خالو متأكدة، نفس حركاته ونفس صوته. المهم يا دكتور هلأ شو بدنا نعمل؟ بتصدق؟ ما بعرف شو بدي أعمل.
شو في يا دكتور؟ شو في؟ خالو شو في؟ شو عم يصير؟ ما بعرف يا خالو، ما بعرف. هيا هيا. أي 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 يا دكتور، أي أي. تعي خالو تعي، هيدا مجنون مجنون. عيلة فنية. ومن بعد ما رحنا عند الطبيب يلي مخصه بالطب بالمرة، الظاهر عليه يا مجنون يا معقد نفسيا. المهم اتصلت برفيق تاني لإلي وقلت له بدي دكتور شاطر كتير، وبالفعل رفيقي دلني على دكتور كتير شاطر، ورحت لعنده على العيادة وفحص مليكة، وبالفعل حددنا موعد للعملية وعملنا ليها. مليكة بعدك موجوعة يا خالو؟ ايه موجوعة شوي. سلامتك حبيبتي سلامتك. يلا رح نوصل على البيت اوكي؟ يا رب تنجح العملية يا رب، لأنه إذا ما نجحت العملية بكون أنا سبب المصيبة. بس يا خالو، خالو محمد عم بيقول إنه أخذها عن طبيب كتير شاطر. أنا حاسس رح تنجح العملية لأنه هيك قلبي عم يقله. ما دام قلبك حاسس هيك يعني رح تنجح لأنك أنت توأمة. الله يسمع منكم يا خالو. خلونا ندعي لمليكة. يا رب اشفي مليكة. عم يدق الجرس اجو. الحمد لله على السلامة يا مليكة. الله يسلمكم. إن شاء الله مش موجوعة. لا أكيد موجوعة يا خالو، بس عطوها مسكنات بالمستشفى، وهلا ما بدي منكم تحكوها كتير لأنه ما بيسوي لها الحكي كتير، وخلوها تنام، لازم تنام منيح. أوكي خالو ما رح نحكيها كتير. دخلك، أي متى بتفك الرباط عن عيونها؟ بدها شي 7 أيام، بعد 7 أيام صار فيها تفك الرباط، وبتبين النتيجة بإذن الله، ويا رب تكون النتيجة إيجابية. يعني طمنك الدكتور إنه ممكن ترجع تشوف؟ إيه طمني الدكتور الحمد لله، وقال لي نجاح هيدي العملية عبارة عن 90%. ويلي صار معه مش عبارة عن فقدان نظر، لا اللي صار معه هو عبارة عن تعب نظر قوي كتير كتير، تعب بالبقبق مش أكتر من هيك الحمد لله. يعني مليكة رح ترجع تشوف على الأكيد؟ ايه رح ترجع تشوف الحمد لله. خالو ما بيسوي للصوت العالي، بيزعجك انه عملي عملية، روقوا شوي. عيلة فنية. يا رب يا رب يا رب. ادعوا له يا خالو ادعوا له. فتحي يا خالو. شو خالو؟ طلع فيه؟ عم تشوفيني؟ ايه عم تشوفيني؟ ايه شو؟ عم تشوفيني؟ رجعت عليك تشوف، رجعت تشوف، رجعت تشوف، رجعت تشوف.
الحمد لله يا رب، الحمد لله. الحمد لله على السلامة يا خالو، الحمد لله على السلامة. الحمد لله الحمد لله. خالو أهم شيء تعلمنا درس، شو هو الدرس؟ إنه ما نبقى كتير على التليفون. إنه ما نبقى كتير على التليفون. برافو.